الحكيم حرم حبة هيفتي حدودة جديدة. يلا بسرعة. حلو قوي، خليهم هما الاتنين يتسلوا مع بعض وفوق أنا للمهمة. أما أنت خليك دايما قريب منهم عشان لو فهم يحتاج حاجة تبقى جنبه. أدخل أضرب يحيى معاه؟ لا اوعى تظهر، البدلة هتعمل شغل لوحدها. وهلاقيك ازاي يا أبلة عشان نروح؟ أبلة ليه كده؟ ليه كده؟ أنا حب ألاقيكم. فهمي انت جيت هنا ازاي؟ وايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ انا هنا عشان انا احسن منك، وعشان تعرف اني ممكن اعمل اللي بتعمله من غير ما احتاج صدف. بذكائي يا يحيى، بذكائي. وليه ابقى احسن منك يا فهمي؟ انت عندك مواهب وحاجات كتير، انت فعلا فيها احسن مني. ما تضحكش عليا بكلامك يا يحيى. واضحك عليك ليه؟ انت بتفهم في الاي اي والسوشيال ميديا والكمبيوتر اكتر مني. واكيد ده يميزك عن ناس كتير. واكيد يا فهمي انا عمري ما قصدت اني ابين اني احسن من حد. فهمي. فهمي اعقل يا فهمي. انت خلاص يا يحيى هتبقى حدودة، محدش هيفتكرها لما تموت هنا وما ترجعش. ايه اللي بتقوله ده يا فهمي؟ انت جيت هنا ازاي؟ العصابة ضحكت عليك وأقنعتك إنك تيجي وتخلص مني عشان يعرفوا يشتغلوا براحتهم ويخربوا ويزوروا في التاريخ، صح؟ ما يفرقش معايا. أنت عارف لو حاجة في التاريخ اتغيرت يا فهمي مش هنعرف نرجع تاني. يا خسارة يا فهمي. مولاتي الحال بقى صعب والشعب مش مستحمل. للأسف دي الأوضاع، لازم نجهز الجيش علشان نواجه خطر الإمبراطورية الرومانية، ولازم الشعب يتحمل معانا المسؤولية. لكن يا مولاتي. ما فيش لكن، زودوا الضرائب وافرضوا الإتاوات. برافو برافو برافو، أنا صدقت يا شارلوت إنك كيلوباترا، متوحشة وعنيفة وجريئة. ثانك يو. بس الكلام ده مش حقيقي. باردون؟ إيه ده؟ إيه؟ أستاذ عصام؟ كليوباترا كانت أول أولوياتها الشعب، والشعب كان بيحبها ووصفها بالأم لحنيتها عليه، وكانت بتديهم الفلوس والأكل وقت المجاعات والأزمات. أنت مين؟ فضولي، أنت بتلعب ولا إيه؟ أنت ورايا ورايا، ما سبتلكوا الزمن القديم ورحت لعبت في الفن والمسلسلات عشان ما أشوفكمش تاني، وبرضو جايين ورايا؟ عتمان هاتهم. اجروا يا بنات اجروا بسرعة، اجروا. اجري اجري يا كلوز اجري. يلا اجري. اي ايه ده؟ مين اللي ضرب؟ انت واقف هنا وسايبهم؟ اصل التمثال ده انا واقف مش واخد بالي راح. تمثال ايه ونيلة ايه؟ انت هتحكي لي قصة حياتك؟ روح وراهم بسرعة. حاضر حاضر. نخلص من يحيى يجي لنا اصحابه، ناقصاهم هي. هو في ايه؟ يا عيني اللمبة سخنة. هم راحوا فين؟ عشان تحرم. والله لا جيبه، مش هسيبه. يا مولاتي الظلم من موظفين البلاط الملكي زاد، والضرائب بقت باهظة، واحنا في طيبة مش قادرين ندفع.
والمحاصيل مش مكفية لتسديد كل الأموال دي. خلاص ما تدفعوش الضرائب. إيه؟ إزاي يا مولاتي؟ هتروح بمرسوم مني أنا الملكة كليوباترا لحاكم المدينة، هيكون في قرار بالإعفاء من أي ضرائب أو التزامات زيادة عن خراج الأراضي حسب منسوب النيل. أنا عاجز عن الشكر يا مولاتي. أبداً، ولو في أي شكوى في أي وقت باب القصر دايماً مفتوح. شكراً مولاتي العظيمة، شكراً مولاتي، أشكرك يا مولاتي. امرأة اسمها جميلة عاوزة تقابلك يا مولاتي. جميلة؟